جميلة هي أحلام البراءة وأمانيهم حتى وإن كانت كبيرة على إجسادهم وواقعهم، لكن تبقى أجمل لما يكونوا مصرين على تحقيقها رغم كل متاعب الحياة. نعمة كبيرة أنه تعيش وسط والديك، يكونوا سند ليك في كل مراحل حياتك، خاصة إذا كنا صغار وإحنا بقاو نحتاج لحبهم وحنانهم حتى وإحنا كبار. لكن أن تحرم من هذه النعمة وإنت في سن صغير الأمر ماشي سهل، لأنه بوجودهم نبنيوا حياتنا ونحقوا أحلامنا. عبد الله وعبد الجليل طفلان متجاوز سن تاعهم 10 سنوات، عاشوا معنا اليتم والحرمان رغم أن والدهم على قيد الحياة، وبقات والدتهم تلعب الدورين باش تعوض لهم الشيء اللي فقدوه. ورغم الحاجة والفقر وسنهم صغيرة، عبد الله وعبد الجليل عندهم أمل كبير في التخطيط لمستقبلهم من الآن حتى يعوضوا لوالدتهم كل شيء تحملته. هي قصة اليوم من برنامج بلاد الخير اللي راح تكون قصة مؤثرة وتعطينا أجمل دروس في الصبر، الأمل، السعي في تحقيق الحلم. ومعاهم راح نعرفوا أنه التخطيط للمستقبل ما عندوش سن معينة، وجميل لما أوجاع الحياة تخلينا أقوى ونكونوا صامدين باش نواجهوا كل المتاعب. متاعب الحياة صعبة على كل واحد فينا، لكن راح تكون أصعب لما تواجهها امرأة ضعيفة ومكسورة الجناح وتحت مسؤوليتها طفلين لا حول ولا قوة لهما. وبالرغم من هذا تحاول هذه المرأة أن تكون الأب والأم في آن واحد حتى تعوض لهم الشيء اللي فقدوه من أب غير مسؤول. قلت لك أنا عبد الله مهدي عنده 9 سنين، عبد الجليل عنده 7 سنين، وهم يقرأوا وهذا سنة رابعة ابتدائي وهذا سنة تانية ابتدائي، وراني كافح عليهم واني دير البوسيبل تاعي لجل ولادي، واني نقري فيهم، اني ديرهم ليكوغ، عندي لهم ليكوغ. وبون قبل ما نجي لهنايا كنت ساكنة في البرارك في حي لا فونتوم، كنت ساكنة كانت عندي بيت برك على مكان، كانت عندي بيت. ومن بعد كان الماء يدخل لي واسمو، قلت لك بابا شرى لي هنايا الله يرحمه ويصح عليه، شرى لي هدية راني قاعدة فيها، عندي 4 سنين ملي طلقني. وكعطونا السوسيال عطوني ابارتمون في لابوشري، باعها باش يروح لي تخونجي، راح لي تخونجي وخلاني مرمية انا ولادي. صافي لو كان ماشي هاد الدار راني مرمية انا ولادي، ما يحوس عليهم ما يسقسي عليهم ما والو. قلت له خطرة، قلت له ابعث لي شويه درهم، قال لي كوليهم. انا عمري ما شفت راجل يقول على ولادو كوليهم، مام في لحظة غضب يا سيدي كان زعفان ما يقدرش يقول على ولادو كوليهم، وما يحوش مام با عليهم. كي كان هنايا كون ما شريش لولادي حوايج العيد ما يشري لهمش، وكون ما نوكلهمش ما ياكلوش. كي كان هنايا الأب فك علاقته بزوجته وسمح في فيذة الكبد تاعو واختار الهجرة، والأم بحنانها وعطفها فضلت أنها تضحي بحياتها حتى تضمن مستقبل أفضل لأبنائها رغم أن كل الظروف ضدها. شوفي أنا شهريتي ما تكفيش، أنا لو كان ماشي صحاب ميدسين دو ترافاي اللي راهم معاونيني ما نلحقش شهريه، ما تلحقنيش انا اللي يخدموا معايا صحاب ميدسين دو ترافاي هما اللي يعاونوا فيا. ماشي سهله واعره باش ديري اب وام في نفس الوقت، ما تقدريش، واعره بزاف وتعياي تعياي وخدامه. لما جيتو حي الخدمه ومن بعد تديهم ليكول تعاودي تجيبيهم تزيدي تديهم ديري لهم نوغيس ديري لهم نوغيس زيدي ديهم للطبيب جيبيهم، ماشي سهله باش تكوني اب وام في نفس الوقت، ما تقدريش امبوسيبل. كي سي نورمال انا شحال نختار نقول كنا هنا باباهم لكم رانيش هكذا، بالك الحاجه اللي ما نقدرش عليها انايا يقدر عليها هو، شغلي يعاونني شغلي يعاونني، انا ما قدرتش هو يقدر، هو ما يقدرش انا راني هنايا، فهمتني؟ شغل نتقاسموا، هذه هي الحياه. انا مساكن نشوف كي يقولوا لي ماما شرينا هذيك الحاجه، انا حبينا هذيك الحاجه، كي نقول لهم ما عنديش مساكن انا ولادي الحق شغل قنوعين، ما يقولوليش لازم تشري لنا ولا يبكوا ولا، كي نقول لهم ولادي ماما ما عنديش
ما عنديش. يقول لي سختو هدايا، يقول لي ماما ما عندك كي نشري له، يقول لي ماما ما عندكش ما تشريليش. نقول له لا كيما ياكلوا التلاميذ في الساحه انت تاكل وليدي. سن صغيرة ما عنده تفكير تاع واحد كبير، ديجا هو العقل تاعو تاع واحد كبير ماشي تاع واحد صغير. والدة عبد الله وعبد الجليل بالرغم من الفقر والحاجة إلا أنها ما زالت تكافح وتجاهد حتى تضمن حياة أفضل لأبنائها وما تخليهمش يحتاجوا ولا يمدوا أيديهم للغير، لأنها تامن أنه اللي يزرع التربية أكيد رح يحصد النجاح، وحلمها أنه تشوف أبنائها ناجحين. على بالك ندير البوسيبل داعي نحيها مني ونعطيها لولادي، في المناسبات نحيها مني ونشري لولادي، في العياد نحيها مني ونشري لولادي، في الدخول المدرسي نحيها مني أنايا ونعطيها لولادي. ديجا اللبسه والله ما نشري ليا، نشري غير لولادي. نقول ولادي هما دوك وقتهم، هما لازم هما يلبسوا، لازم هما قدام الناس هما اللي يبانوا، ماشي أنايا. أنا خلاص وشنو ولادي هما اللي كلش، والحاجه اللي ديمونديوها ما كاش حاجه ديمونديولها ونقول لهم ما عنديش. الحاجه اللي ديمونديولها ولادي تكون عندهم في الكراريس في الكتب في كل حاجه، اللوازم تاع المدرسيه ولادي عندهم. جامي نقول لهم ما عنديش، نقول لهم اكتبوا واش راني نشري لكم، اكتبوا واش راني ندير على جالكم، اقراو برك. مانيش نقول لكم ما عنديش، وشنو اقراو، نحبكم تقراو برك. عبد الله وعبد الجليل ورغم صغر سنهم اللي ما يتجاوش 10 سنوات إلا أنهم قاسموا والدتهم الظروف الاجتماعية الصعبة، وبالرغم من هذا جميلة هي أحلامهم وطموحاتهم اللي يتمنوا يحقوها حتى يعوضوا كل شيء فقدات أمهم اللي ما بخلتش عليهم بأي شيء مقابل سعادتهم. جليل في عمري 7 سنين، قرصة الثانية كي نروح مع ماما للمسيد، نروح كي نلقاو لابوليس نروح نسلموا عليهم، ونحب نلبس اللبسة تاعهم ونسك طوموبيل. باش نختار نقول ماما نروح البابور باش نشوف واش كاين الداخل. لكن بعض الأحلام وبالرغم من بساطتها إلا أنه أم عبد الله وعبد الجليل تشوفها صعبة المنال. خلي يقولوا لي حوايج هكايا ما نقدرش نجيبهم منهم، نقول لهم لا غالب. وشنو قلت لك ولادي قانوعين مساكن ما يقولوليش لازم تجيبيها، لا ربيتهم على هذيك كي ما عنديش ما عنديش. كي يكونوا عندي هم على بالهم، كي يكونوا عندي حاجه ما تخصهم، مي كي يكون ما يكونوش عندي الله غالب. وانا خويا جليل انا حبيت تكون عندنا بيت تاع دراري، كي يكون ماما عندها دراهم شرينا غرفة تاع الأولاد. لكن بعد ما تعرفنا على هذه القصة، هل رح يقدر فريق برنامج بلاد الخير يحقق أحلام عبد الله وعبد الجليل؟ أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري، حبي من أول حياتي وهم همي، اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أمي. كما تابعتم تعرفنا على قصة عبد الجليل وعبد الله وعلى أحلامهم في ظل اليوتو والحرمان اللي عايشينه. لكن فريق برنامج بلاد الخير حاول كعادته أن تكون له بصمة في هذه القصة ويقدم لهم دعم معنوي ويبين لعبد الله وعبد الجليل أن أحلامهم ما راهيش مستحيلة، وبقية القصة راح نتعرفوا عليها بعد قليل. فريق برنامج بلاد الخير لقى نفسه مرة أخرى أمام تحدي آخر حتى يحقق حلم طفلين من نوع خاص وأكبر من واقعهم، هو أنه يكون واحد فيهم قبطان باخرة والآخر من رجال الأمن. مهدي اللي كان حلمه يركب الباخرة ويتجول في أرجائها ويدخل القمرة القيادة، لكن مش أي باخرة، باخرة طارق بن زياد. ومن هنا
بدات تحركاتنا باش نحققوا هذا الحلم. قصدنا المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين واللي استقبلونا بصدر رحب وقدموا لنا تسهيلات كبيرة حتى يشوف مهدي حلمه يتحقق على أرض الواقع. مجرد وصولنا لميناء الجزائر والدة مهدي تغيرت ملامح وجهها لأن الشيء اللي تمناه ابنها تحقق. مهدي ما وسعتوش الدنيا من الفرحة لأنه كل القايمين على ميناء الجزائر كانوا في استقباله ورحبوا به ترحيب الكبار وهيئوا له كل الظروف حتى يتجول في كل أقسام الميناء ويتعرف على كل الإجراءات اللي مروا عليها المسافرين قبل الوصول إلى الباخرة. اليوم رانا بميناء الجزائر، أنا مدام بنبلح رئيس محطة بميناء الجزائر، وعندنا اليوم قشيش مهدي اللي حب يشوف بخيرة طارق بن زياد، وإن شاء الله نكونوا معاه ونوريه له، وإن شاء الله كيكبر يولي بحري. هكذا مهدي. في هذه اللحظة خطوات مهدي تسبق فيها لأنه راح يدخل بخيرة طارق بن زياد اللي كانت بالنسبة لي حلم وفقط، واللي كان بانتظاره داخلها استقبال كبير. وبعد ما تجول المهدي داخل باخرة طارق بن زياد وتعرف على أقسامها، حان وقت دخوله لقمرة القيادة، وهي لحظة اكتمال الحلم ديالو. يعني تدخل جهة اليمنى ولا اليسرى، فهمني؟ متخاطي هكذا البابور ويروح، فهمني؟ وهذه هي الماشينة، هذه الماشينة، هذه ولك دلنا عايرح بينا. اليوم أنا فرحان كي أنا في باخرة طارق بن زياد، وطاطا صالحة حفظت بيا كامل في الباخرة وكامل فرحوا بينا واستقبلونا مليح، يعطيكم الصحة وإن شاء الله كي نكبر نولي قائد الباخرة. كي نروح عند صحابي في المسجد نحكي لهم كامل واش شفت. احنا جينا لبخير طارق بن زياد واستقبلونا احسن استقبال، يعطيهم الصحه كامل اللي يخدموا في بخير طارق بن زياد، استقبلوني انا وليدي يعطيهم كامل الصحه، الصحه صالحه يعطيها الصحه، قامت بينا وقاموا بنا كامل واستقبلونا احسن استقبال، بارك الله فيهم وكثر خيركم وميرسي بوكو مدام صالحه، يعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة رؤساء تاع يسلمك. راني نحس روحي راني فرحانة بزاف وراني فرحانة كي فرحوا لي وليدي سي نورمال، بارك الله فيهم يعطيهم الصحة، يعني ما كنتش نتصور باللي استقبلونا كاع الاستقبال، يعطيهم الصحة. فريق برنامج بلاد الخير وبعد ما حقق حلم مهدي بركوب الباخرة، حان الوقت أنه نلتفتوا لشقيقه عبد الجليل لحلمه هو الآخر أنه يرافق رجال الأمن ويلبس زيهم الرسمي لأنه يشوف فيهم الأمان. It's over now. Tell me
مرة أخرى قدر فريق برنامج بلاد الخير أنه يرسم البسمة على وجه السيدة فتيحة اللي راح تعيش لحظة أنه حلم ابنها الثاني عبد الجليل راح يتحقق. مجرد إجراء بسيط مع أمن ولاية الجزائر اللي شرحنا لهم من خلاله فكرة البرنامج، جاوبوا معنا بشكل إيجابي ووفرونا كل التسهيلات حتى يحققوا حلم عبد الجليل وشقيقه اللي هما في نظرهم إطارات المستقبل. في إطار توطيد العلاقات بين المديرية العامة للأمن الوطني ومختلف فئات المجتمع وعملا بتوجيهات انقيادة الرشيدة وعلى رأسها سيادة اللواء المديرية العامة للأمن الوطني، أمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع الفريق الصحفي لبرنامج بلاد الخير لقناة البلاد تي في تحقق أمنية طفلين شقيقين ويتعلق الأمر بقشيش عبد الله وقشيش عبد الجليل اللذين كان حلمهما مرافقة رجال الأمن الوطني في أداء مهامهم اليومي. واليوم نحن على مستوى مقر أمن ولاية الجزائر أين لبينا حلم هذين الطفلين الصغيرين، وتبقى دائما المديرية العامة للأمن الوطني مثل يعني هذه المبادرات لأن في تحقيق حلم طفل صغير الذي يعتبر بمثابة إطار المستقبل. ما كانش في حساب السيدة فتيحة وأبنائها مهدي وعبد الجليل أنه أمن ولاية الجزائر حضر لهم مفاجأة، وهي المبادرة اللي عودتنا عليها في كل مرة، وزودوهم بألبسة رسمية للشرطة على مقاسهم. هو الأمر اللي ما كانوش متوقعينه وخلى والدة الأطفال تبتسم ابتسامة عريضة لأنه بكل بساطة الحلم يتحقق. مهدي وعبد الجليل حلمهم ما توقفش على ارتداء الزي الرسمي لرجال الأمن والجلوس في مكاتب أمن ولاية العاصمة، اللي بدورهم كانوا محضرين لهم مفاجأة أخرى وهي الخروج مع رجال الأمن ومشاركتهم خلال تأدية مهامهم. أنا فرحان كي راني مع لابوليس، وأنا فرحان كي لبست اللبسة تاعهم وحقوا لي الحلم تاعي، وإن شاء الله كي نقرا كي نكبر نخرج بوليس ونشكر قناة البلاد. على تحقيق الأمية تاعي. أنا فرحانة اليوم
كيتحقق الحلم تاع الوادي، وما كنتش مصدقه بلي نلحق لهذه الحاله ويتحقق الحلم تاع ولادي. ملي كانوا صغار وهما يقولوا لي نخرجوا لابوليس، وبارك الله فيكم. نشكر الامن الوطني، نشكرهم من فوقاني، من رئيس الفوقاني حتى لتحت، كاع استقبلونا مليح وكاع وقفوا مع ولادي، ونشكرهم على اللبسه اللي عطاوها لهم، وعطاو ثاني خرجوهم لبرا ومواساو معاهم. نشكر كاع الامن الوطني، وربي يحفظ بلادنا. ونشكر قناه البلاد ثاني اللي وقفت مع ولادي وساهمت معاهم، ويعني وقفت معاهم حتى لدرجه مانيش مامنه ومانيش متقابل ولادي تحقق الحلم تاعهم اليوم. وبعد ما توفق فريق برنامج بلاد الخيرة فأنه يحقق حلم مهدي في ركوب الباخرة، وحلم عبد الجليل في مشاركة رجال الأمن مهامهم، كنا بدورنا محضرين لهم مفاجأة أخرى، واللي كانت غرفة أطفال. هو الشيء اللي حققته لهم شركة ماديرا لصناعة الصالونات والأثاث، اللي بمجرد سماع القائمين على هذه المؤسسة قصة مهدي وعبد الجليل ما بخلوش علينا بتقديم يد المساعدة وتحقيق حلمهم. السلام عليكم، معكم محمد من شركة ماديرا، شركة متخصصة في صناعة الصالونات وبعض المنتوجات في الأثاث. هذه مدة 10 سنين في الجزائر، متواجدة في الجزائر العاصمة. سمعنا من خلال برنامج بلاد الخير حكاية مهدي وعبد الجليل قشيش، وعرفنا أنه الحلم تاعهم باش يكون عندهم غرفة نوم متخصصة للأطفال، ولهذا حبينا نساهموا في تحقيق هذا الحلم، وهدينا لهم غرفة نوم كاملة. إن شاء الله يعجبهم المنتوج تاعنا، نتمنى لهم التوفيق وتحقيق الأحلام الأخرى إن شاء الله، وربي يقدر الوالدة تاعهم في التربية تاعهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فرحة كبيرة غمرت مهدي وعبد الجليل بعد ما تحققوا كل أحلامهم، وإحنا في طريق العودة للبيت ما كانوش ينتظروا أنه كاين مفاجأة أخرى بانتظارهم، وأن موزعي شركة ماديرا وفوا بالوعد ديالهم، وكانوا يركبوا في غرفة النوم الخاصة بهم واللي كانت من النوع الرفيع. ما شاء الله تدخل تعفو. يعطيكم الصحة على هذه المبادرة اللي درتوها كامل على جال ولادي، وحققت لهم الأحلام تاعهم، ديتهم لابوليس لطارق بن زياد. ويعطيكم الصحة ونشكركم قد ما نشكركم، ما نقدرش شغل نعبر على الشعور تاعي، على الفرحة تاعي كما فرحت ولادي. قناة البلاد نشكرها بزاف بزاف، يعني ساهمت بزاف ودات مجهودات بزاف على جال ولادي، يعطيها الصحة وكثر خيرها. وشركة ماديغ تاني جبت لهم ولادي سوبر بوزي، يعطيهم الصحة. ولادي تاني كانوا يحبوا باش يكون عندهم هذا سوبر بوزي، يعطيكم الصحة ونشكركم كامل. نشكر بزاف بزاف قناة البلاد وقاعد يكيب جنود الخفاء تاني، نشكرهم بزاف، تعبوا بزاف مع ولادي وتعبوا معنا، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. ونشكر صحاب سيرفيس تاع ميديسين دو ترافاي باسكو هما تاني عاونوني بزاف. ونشكر تاني بوسوالين بوسعد هو فرنسا، تاني هو اللي وصلني لهاد الحصة، اختو بوسوالين صالحة ولاميني عبد الله تاني هاد لاسوسياسيون تاني هما اللي لحقوني لهاد الحصة، يعطيهم الصحة ونشكرهم بارك الله فيهم. ونتمنى البوسوالين صالحة ربي يعطيها ذرية صالحة ان شاء الله.
تابعتم قصة عبد الله وعبد الجليلة، قصة مؤثرة لكان فيها طموحهم أكبر بكثير من أجسادهم الضعيفة، وهدفهم أنهم يعوضوا لوالدتهم كل لحظة ألم وكفاح عاشتها. لكن فريق برنامج بلاد الخير قدر يحقق الحلم بمساعدة كل الناس اللي قدمت لنا يد المساعدة، وقصص إنسانية أخرى رح نتعرفوا عليها في العدد الجاي من برنامج بلاد الخير.